I'm trying to be that girl ولكن بشي دير بحالك. So today guys نجي نخملو الدار. Dial the tone. وجيت سكنت بوحديتي ما خملتش داري شي تخميله. كنطوي حوايجي كنمسح الغبره كنمسح المرايات كنمسح الزاج ولكن ديما كنحس بيه موسخ. فاش كتكونوا ساكنين في دار صغيره وعندكم بزاف ديال الحوايج وكتشريو بزاف ديال الحوايج داكشي غير كيتروى. سو توداي جايز غادي نخملوا الدار غادي نخملها كامله الى الكوزينه. كوزينه بوحدها لحقا غير نخمل الكوزينه مصيبه. اول حاجه غادي نبداو بها الماريو. انا غنوريكم الماريو كيفاش داير. دابا تخيلوا انني انا ما عارفه شنو عندي في الماريو. عندي عرام ديال الحوايج وفاش كنبغي نلبس كنقول ما عنديش حوايج. انا عارفه هادشي غيكون كيطرى لكم حتى نتوما. سو داكشي علاش قالت انا الاول نخمل بيجي وغنصوص حوايجي ومن بعد غتبعوني نتوما لحقاش قرب رمضان. وفاش كيقرب رمضان كنبداو بالتخمام. سو غنخملو كلشي حتى من الطوالي غنخملها حيت شحالتها. اول حاجه غادي ندير حوايجي واللي ديما كنديرها في كاع الفيديوز ديالي غنجبد حوايجي كاملين غادي نحطهم. اول حاجه غادي نعزل الحوايج اللي باغا نخلي دان غنعزل الحوايج اللي باغا نعطي او نصدق. غير غادي نعزل الحوايج اللي خصهم يتلاحوا. اخر حاجه غادي نعزل الحوايج اللي خصهم يتصبلوا. بما اننا كنهضروا على الحوايج اللي خصني نحيد ماشي غير الحوايج حتى الميك اب. حتى الميك اب غادي نعزل داكشي اللي بغيت داكشي اللي خصو يتحيد. ومن الحوايج جايز اللي عندي بحال دابا الحوايج اللي باقيين زوين لايك غنشوف لايك سام اوف ماي فريندز نعطيهم ليهم لايك ام غانا دو ا روم ميك اوفر في الفيديو الجاي وغادي نبداوها من دابا. سو هادشي اللي غادي نديرو اليوم اند ليتس جو تو ورك. هادشي غادي يدير ليا يومين 3 ايام 4 ايام 5 ايام ما عرفتش شحال اكزاكتو ولكن جاست لايك غانا ميك ماي روم كلين. واول حاجه غادي نبداو بها غادي نوريكم دابا بيتي كيفاش داير شنو اللي خاصو يتقاد وشنو اللي خاصو يتحيد. هادشي اللي عندي هنا كامل خاصو يتحيد. هادي كوموند ديال فاشنوفا خصني ندخل الماريو. هادو دي طالون خصني نستفهم. هادوك دي كوموند خصني نوريهم ليكم في انستغرام. وهادي عامره بكيت كات هي خصني نشوف كيفاش ندير ولا فين نحطها. المهم هاد البلاصه خصها تخوى ذات ماي باد. مي هذا هو اخر حاجه غادي نقادو لحقاش انا كيف ما كتشوفوا لاسباس فريمون صغير عندي في البيت وهنا فين غنحط حوايجي وغنطويهم. فهذا غنخليه اخر بلاصه غادي نقادوه. ذن جايز هنا عجبانيش هاد البلاصه فاش كنشوفها كيضروني عيني لحقاش مرونه. دو غادي نشوف داكشي فين غادي نحطو ونستف السكر فشي بلاصه اللي مزيانه. الزبل خصو يخرج عليا من تما. دان هاد البلاصه اللي معقداني ومرضاني تما كاينين شي حوايج شريتهم كيف ما كتشوفوا جالسه وكنشري لحقاش ما عارفه شنو عندي اكزاكتومون في الماريو. داكشي اش غادي نسوسو اليوم باش نعرفو. هادشي كامل خصو يدخل الماريو. داكشي اللي اللور كاينين دي كوموند اللي ميبي غادي نلوحو. انت دوك لي ساشي اللي كتشوفوا تما هادوك ما باش غادي نقادو بيتنا جديد تما. حتى الصبابط ولاو ضاريني في راسي ما بقيتش حابه نشوفهم تما. غادي نشوف فين نديرهم وغادي نعزل الحاجه اللي باغاها والحاجه اللي ما باغاهاش. دان جايز ذيس كيوت ليتل بليس. اول حاجه هاد المرايه غادا تحيد. دان هاد جوج تبقاش ما بقاوش عاجبيني غادي خصني نشوف كيفاش ندير لهم. ودابا الحمام ايت لوك لايك ذيس وما غاديش يبقى بحال هكا لحقاش ايت لوكس لايك شيت. غادي نحيد هادي غادي نشوف فين غادي نديرها. غالبا غادي نديرها تما لتحت. هاد العيبه ما عرفتش واش غنحيدها ولا نخليها لحقاش غادي تسم كيو ستاف ثاني. دابا جايز غنمسح هادشي ونقي. يو كان سي بلي ماريو غيطرطق بالشراوط. هادشي خصو يتشطوا وخصو يتقاد لحقاش والله عشاك فوا كنجي نبغي نلبس حوايجي ما كنبقى نعرف ما نلبس. دو كنسدو كنمشي نلبس نفس الحاجه اللي كنت لابسه البارح. قبل ما نبداو التخمام ديرو شي حاجه تفرجوا فيها. ام غانا دو سام ميوزيك. غادي ندخل ماي سبوتيفاي وادوي جايز دخلوا سبوتيفاي وكتبوا غسنا اسلاي وغادي يطلع لكم الميوزيك اللي كنتسنت لهم. غادي نحاول نقاد لكم سام بلاي ليست اللي فيهم سام ميوزيك اللي زوينين بزاف تقدروا تسنتوا لهم. نتوما كتخمنوا نتوما طايق غادي للمدرسه ولا شي حاجه ديري قران ديري اي حاجه تبغي تسنطيها تلاهيك وانتي لايك كتسوسي. جايز الكبيره غادي ندير الحوايج اللي قالت لي ماما نجيب لها اليوم ما بقيتش بغيتهم لحقاش راه ما نعرفش لما نعطيهم هنا ما عنديش طوموبيله فين نديهم لشي واحد. سو غادي نجمعهم هنا تنمشي لاسفي نجيب الطوموبيل ونجي نديهم لماما لحقاش هي ماما كتعرف الناس لما تعطيهم. هاد الخنشه الزرقاء جايز غادي ندير فيها الحوايج اللي غادي نعطي لصحاباتي. وديك الخنشه الحمراء ديال المرجان غادي ندير فيها الحوايج المسخين اللي غنديهم للمصبانه. Can you tell me why I'm down, yeah No friends of mine, no friends of mine around, yeah Now I'm thinking of, now I'm thinking of Write a card to June blues, yeah I wanna drown myself inside
the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't fill it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk down like who you, yeah. It's something you get used to, yeah. Go back to June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk down like who you, yeah. Just something you get used to. Breaking news, got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, devil's peeking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some soulful sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, new age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith. The 18 just not gon' be the same. Finna bleed down generations, not gon' be in vain. Too young, why you gotta go, why you gotta go? I just wanna know now, too numb. Crying, getting old. Hope you freed your soul. I might've caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from. جايز عرفتوا ما تخيلوش ظهري تقسم. المهم بقاش ليا بزاف، باقي غير واحد شويه. هادشي جايز اللي بقى وغالى التوب اللي رقاق وداكشي صغيور، وجاني الموت ديال الجوع ما نقدرش نطيب لحقاش اي هاف لوت اوف ثينكس تو دو. خصني هادشي كامل ندخلو للماريو، البلاصه اللي تحت البيرو بلا ما نهضروا عليها. هاد البلاصه ما نقربش ليها دابا، هادشي ديال الغدا. سو دابا غادي نكوموندي ما ناكل لحقاش فيا الموت ديال الجوع. غادي نكوموندي شي حاجه بحال هكا بالزربه. See things quite the same as you do now. But now you're older, you find that sometimes you wish you had stayed a clown, never ever knowing whether you're coming or going. And right now that sounds like Ray's idea. Hey, let's not get down about being a clown or running away from town. Because you eat so well and your friends can tell when that pastry's oh so brown, never ever knowing whether you're coming or going. And right now that sounds like Ray's idea. Smoke too much and you drink too much, but as long as you can get back to home base, well that's fine by me, and that's fine by everyone else. مورنينغ جايز. سو بيسيكلي جايز، اليوم نهار الاخر لحقاش البارح هديت غير الحوايج، والحمد لله بعدا ملي تفكيت من الحوايج لحقاش كانوا عرام. سو الحوايج كلهم دخلتهم للماريو، غادي نمشيو لايكيا. شنو غادي ناخذ جايز من ايكيا؟ عرفتوا الصبابط اللي عندي لتحت ديرونجوني، خصني نحطهم في شي رونجمون. بغيت شي رونجمون ديال البلاستيك يكون صغير ديال البلاستيك، لحقاش لايك انا ما غاديش نبقى ساكنه هنا ديما، غنتحول. ولا كان شي حاجه ديال البلاستيك دغيا غادي نهزها. بغيت شي حاجه ديال الخشب لحقاش اصلا ما عنديش فين نحطها. وصلتني واحد الحاجه انزل نجيبو غادي نوريكم. This one. هنا كاينه مرايه، غنحيدو هاد المرايه اللي عندنا. هنا كاينه مرايه، كاين مجرد من ايكيا. غادي ناخذ لختي كوفرلي، باغا كوفرلي، وخصني ناخذ لها واحد اللعيبه فاش تحط ثيرموميكس. هادي الصخره ديال اختي، ماما ما بغات حتى شي حاجه من ايكيا. وغادي ناخذ شي حاجه اللي نحط فيها الميك اب.
بزاف ديال الحوايج من ايكيا نوريكم شنو خديت لحقاش ما عرفتش كيفاش ناخذ منها غير كتعجبني شي حاجه وكنبغي ناخذها كيخصك تاخذي الكود وما عرفتش فين تمشي وتقلبي عليها وانا ما عنديش الصبر ندير هادشي اصلا كنت مشيت مع طلاق سو ما خديتش كلشي كانوا شي حوايج خاصيني اصلا ما كنتش لقيتهم سو ما خديتش ا لوت اوف ثينغ داكشي اللي خديت لهداكشي ما نوريكم شنو خديت لخصي لحقاش تاتوريكم هي في الفلوق ديالها سو نوريكم داكشي اللي خديت واللي ماشي بزاف اول حاجه جايز قراده اللي في خويا ولا شي حاجه لحقاش ما عنديش وكنت بغيت ناخذ كبيره ولكن انا اصلا عندي كوزينه صغيره سو خديت هادي صغيره بحال هكا قراده ناكس جايز خديت هادو ديال لي رونجمون بحال هكا كيتحطوا في المجر ديال العكوره كتحطوا هنا العكوره لحقاش ما كانوش عندي اخر حاجه جايز خديتها هما هاد جوج هادو نورمالمون ديال الشميعات الشكل ديالهم كيكون بحال هكا كيتحطوا فيهم الشميعات وداكشي واحد العقل ثاني قال لي سناء ديري فيهم البراشز لحقاش البراشز فاش درتهم جاو فيهم زوينين سو غالبا غندير فيهم البراشز ونحطهم بحال هكا سو المهم guys الاصعب بارت واللي هي هاد الخنشه اللي ما بقيتش باغا غادي خصني نطلعها الفوق كيفاش غادي ندير نطلعها الفوق ما عرفتش سو وي غانا تراي نطلعوها الفوق يا سيدي ربي نقدر وما يتهرش ليا ظهري ولكن غادي نحاول نطلع هنا ونحطها الفوق وداكشي اللي الفوق ننزلو ونشوف فين نحطو اللي كنت حاطه فيه السكين كير غادي نحيد هادشي كامل غادي نحطو تما على ما نوريكم شنو غادي نديرو ليه غايز لي زيسبو ولكن عجبتني تما لتحت و داكشي اللي كان الفوق غادي ننزلو لتحت و ديك البلاصه نخليها خاويه لحقاش غادي نديرو فيها لايك سام كيو ستاف ديجا المجرح حليتو ماشي شفتو كامل شفت غير جنيب هنا لحقاش كنت بغيت نعبرو من الداخل باش ناخذ لي دوك البواطات وما لقيتهمش سو ما شفتوش كامل باقي يلا غادي نحلو انا وياكم ونشوفوه مزيان الحاجه اللي عم اكسايت فور وهي المرايه لحقاش ديك المرايه غادي نحيدوها كيف ما شفتو جايز ديك المرايه اصلا ما بقاتش زوينه ولا داكشي كيطيح ليها وداكشي كامل سو خديت مرايه اخرى وحتى هي حليتها من الفوق غير من الفوق ما شفتهاش لحقاش بغيت نشوفها خصني نجبدها كامله حتىش كامله مدورينها بهذا الشيء بحال هكا باش ما تهرش دابا جايز غادي نحلوها وغادي نشوفها كبيره لحقاش عرفت واحد المرايا اللي خديت ماشي بحال المرايات العاديين انا كنت بغيت ناخذ ديك المرايا اللي كيكونوا فيها دوك البيلات خارجين شويه السيد اللي كيصوب هادشي واللي صوب ليا هادشي بروبوز عليا واحد المرايا واحده اخرى عجبتني بزاف لحقاش جاتني سو ديفرنت باش فكرت انني الا تحولت لشي دار اخرى غادي نقدر نستافد منها اكثر نقدر نديرها في الحمام سو فور ذا مومنت غادي نديرها دابا تما كتجي معاها سناء سلاي وفوق منها واحد التاج واقيله سلاي وباقا شي حاجه اخرى ما عرفتش شنو هي
it's so cute. قبل ما نحلو هادشي كامل جايز غادي نخلي لكم لا باج ديال السيد اللي خديتو من عنده. راه ما كاينش غير هاد الشكل، كاينين بزاف ديال الشكل ليترلي جايز. اي شكل شفتوه في بينتريست، شفتوه في جوجل، شفتوه عند شي وحده، اي حاجه عجباتكم ديال الخشب، ديال المجوره، ديال المرايات اللي فيهم الضوء على قبل الميك اب وداكشي، كتمشوا كتصيفطوا لي ميساج في انستغرام، كتصيفطي لي التصويره اللي بغيت واللي بغيت نصوب بحال هادي، كتعطوه لي ميزور ديالكم شحال العبار داكشي، غير كيصوبهم وكيصيفطهم لكم وكيوصلوكم حتى للدار، اللي كيدقوا عليكم في الدار وكيعطوكم لا كوموند ديالكم. واصلا جايز في لاباج عنده اللي غادي نخليها لكم هنا، عنده بزاف ديال الشكل. انا نيت هادي شفتها من لاباج عنده، كيتقدم عنده بزاف ديال الناس وظريف ظريف بزاف. لافاسون ديال الهضره ديالو زوينه، الخدمه ديالو زوينه. انا باقي ما حليتش هذا كامل، ما عجبني، عجبتني لا كاليتي ديالو. انا دابا كنشكر فيه وباقي كاع ما حليتش هادشي، لحقاش شفتوها من الفوق وعجبني. سو جا ما طلع ليا هذا هنا الفوق، لحقاش ثقيل بزاف. سو ما عرفتش كيفاش غادي ندير تنهزو نطلعو هنا، وما عرفتش دابا واش غادي نديرو في هاد القنت ولا في داك القنت. نحاول. وانا كنت خارجه لوح الكارطونه لحقاش مابقاش عندي انا فين ندوز. سو كنت غادي نلوحو ديالو كسيو كيو كيجيو حدا داك التاج وحدا داكشي. سو باقي ما عرفتش اكزاكتومون فين غادي نديرهم صراحه، ما عرفتش اصلا واش نديرهم دابا ولا نخبيه ولا نتحول ولا شي حاجه. سو جايز بما انني ما عنديش بحال هادو، لحقاش انا كنت باغا بحال هادو اللي غادي نديرهم في المجوره وغادي نحط فيهم مكياج باش ما يبقاش المكياج يتغبر ليا كل دقيقه. سو شديت هاد اللعيبات اللي كانوا هنا حيدتهم منهم لحقاش ما بقيتش محتاجاهم. سو حيدتهم. سو جايز غادي نهز هادشي كامل غادي نحطو هنا وغادي نعزل من الحاجه اللي بغيت والحاجه اللي ما بغيتش. لحقاش لايك موست اوف هادشي كامل ما كنديرو، راه الا شفتو في لي فيديو ديالي في توتوريالز اند ايفريثينغ هادشي ما كنخدمش بيه كاع. سو هادشي تقريبا كامل غادي نحيدو وغادي نشد هادو، غادي نغسلهم مزيان ونشفهم ونجي نستفهم هنا. وفريمون كبيره راه هزا ليا لاسباس كامل. شوفو ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، ولكن فريمون مغبر. داكشي علاش بغيت نديرو في المجوره، لحقاش لا بقيت حاطه بحال هكا كيتغبر ليا هادشي كامل. وفاش كندور لوجهي كنور ليا الحبوب ورقم الشوكولاتة. دابا غادي نبداو نقادو المكياج. شعري مسخ وكل شيء، ما عرفتش واش غير انا ولا نتوما، ولكن انا ديما فاش كنبغي نخمل اولا فاش كنبغي لايك ندير ارو ميك اوفر، المهم نكون وسط الروينه كيعجبني نكون مسخه. كيفاش مسخ؟ لايك شعري ما يكونش مغسول، باش اون فوا نسالي التخمال نمشي للحمام. دابا غادي ندير لكم اون ديال الفا 55. دابا تقريبا شي 2 سيمين فاش كنت كنفكر انني لايك ندير رو ميك اوفر ونقاد بشي لحقاش طلع ليا في راسي، كنت مشيت الفا 55 وخذت شي حاجه اللي غنوريها لكم دابا باش ندوزو للخدمه ومابقاش اشاك فوا نحبس لا فيديو باش نهضر معاكم. سو جايز غير من هنا يبان لكم بلي الفايب ديال بيتي غيولي في البينك، الناموسيه والحمام في البينك. واخا جايز هادشي ما غاديش يبان مزيان لحقاش الحيوطه صفرين، ولكن ماشي مشكل لايك ام غانا شو. اول حاجه جايز خديتها وهي مخده في البينك، ات لوك سو كيو. شوفوا كيفاش دايره لا كولور ديالها. نيكست جايز خديت كوفغلي، المهم هذاك اللي كتغلفوا به الناموسيه، وخديته جايز هكا في البينك وفيه هاد المربعات بحال هكا، ات لوك سو كيو. نيكست جايز خديت خديات في البينك، عرفتوا واش غادي يبانوا لكم مزيان؟ عرفتوا واش كيبان لكم؟ ولكن راه كيبان الفرق بيناتهم. هادو في الغوز ما كيبانوش مزيان في الكاميرا.
نيكست جايز خديت فوطه الحمام داكشي اللي خديت الحمام غنوريش لكم دابا تنبغوا نقادوا الحمام دان جايز خديت بوبيل هادي فين غنحطها غادي نحطها حدا الناموسيه ديالي علاش لحقاش انا كناكل في الليل بعد المرات كنكون كناكل في الليل شي حاجه وكيبقى يتجمع تما الزبل وكتوسخ عندي الدنيا وهادي خديتها باش نبقى نحطها اللي هي حدا راسي ماشي حدا راسي ولكن زعما حدا الناموسيه باش لكليت شي حاجه في الليل ما كانش فيها اللي نضي لوحه في الكوزينه نلوحه غير تما انا اكبر مكلخه تخيلوا انني خديت غوموجو وانا اصلا عندي بحال غنحاول نستافد منه غنحاول نديرو تما خديت هادي ديال سنيسلات وفيها هنا مرايا كانت في البيض وكانت في الكري وانا قاعد خديتها في البيض بحال هكا باش ماشي ليا ديك البلاصه وغادي نعلق فيها هنا السنيسلات ديالي وغنحيدو من الحمام الحمام ما غاديش نخلي فيه شي حاجه ديال الجولري اي جيس جايز ذات ات لكن شي حاجه غنوريها لكم من بعد دابا غادي نرجعو للخدمه هادشي جايز هو اللي حيدت وهادشي كامل غادي نلوحو كاينين شي حوايج قدام بحال هاد جوج قدام اند ذيس وان جايز درتو تقريبا شي 3 مرات في الصيف بحال كتكبو لاكول على وجهكم خايب بزاف ما تاخذوش غادي نلوحو باقي عامر دان مهم جايز مسحتهم في الفوطه ورجعت ثاني مسحتهم في كلينات دابا جايز غادي نشفهم بالسشوار لحقاش المهم نتوما اللي عندكم الشمس جرون في السطح اولا المهم الا كان زعما الشرم ديالكم كيدور ليه الشمس انا ما عنديش الشمس كاع ما كدورش عندي هنا دوكو غادي نشفهم بالسشوار جايز وقت جولري غادي نهز كاع داكشي اللي باغا نخليه داكشي اللي مباغاش غنحيدو هنا جايز عندي هاد لوغانيزاتور هذا حتى هو غادي نحط فيه داكشي غادي جايز نستفهم ثاني هنا باش يبقاو تما سو كايز هادشي هما صراحه باقيين زوينين غادي نديرهم في ديك الخنشه اللي غادي نعطيها لماما Stop the neon.
واش كتبان فيه ولا، ولكن راه عيت وظهري ضرني بزاف. ما عرفتش واقع لحقاش هزيت تقل بزاف، مي فريمون ظهري ما كنقدرش نبقى بحال هكا، الله يكيخني نبقى ديال بحال هكا. ما عرفتش المهم ما كنقدرش نسرح ظهري، وبغيت غير امتى نطيح نعس وفي المود ديال الجو، وما كرهتش ندخل ندوش. كيما قلنا ساليتش ما كنحملش ندوش وانا باقي عندي الروينه. كيف ما شفتوا جايز بدرنا واحد 70% تقريبا، بقينا الدوش. الدوش اولا الحمام اولا التواليت غادي نديرو لا فيديو الجايه. لا فيديو الجايه جايز غادي نقادو الحمام اللي هو اللي بقى لينا، وغادي نصيق. بقى لي ندير لايك سام موديفيكيشن ونقاد شي لعيبات هكا، وما غاديش نوريكم لايك ات لوكس دابا سو كيوت اند ات لوكس لايك سو استاتيك. دابا جايز بغيت غير امتى ندير لكم روم تور. اصلا روم تور غتكون في لا فيديو الجايه، غادي نوريكم كل حاجه فين حطيتها. تسوني بزاف على لي بارفان اللي كندير، نوريهم لكم في الفيديو الجايه، وغنوريكم البرودكتس اللي عندي في الحمام. That's it guys, see you in the next video اللي غادي نكملوا فيه هذا الشيء، وغادي نديروا فيه روم تور وغتشوفوا كل شيء. So we cannot do, yeah, you're true.